سلام حبيبتي. اتفضل يا استاذ. يلا غوري يلا. حاضر اذن. اقعد يا حبيبتي كتر خير. اخ ياني. انا اصلا بحب اتهوى شويه اخرج من جوه لبره. وده بقى بره بتاعي. صرحيني بقى. اصرحك بايه يا استا اصيله؟ مبسوطه. كويسه. ومرتاحه في شغلها الجديد. هي اشتغلت؟ اه اشتغلت. واللي زي دي هتشتغل ايه؟ رقاصه. ورقاصه شاطره كمان. وبتشتغل في كباريه في وسط البلد. لا والله. قولي كلام غير ده استاذه. يعني اكذب عليك يعني؟ يلا عموما الرقاصة احسن من شحاته. وعلى فكره يا استا اصيله في حاجات كتير احسن من الشحاته. بقول لك ايه يا استاذه، خلينا في مبسوطه. قولي لي بقى، شغاله في انهي نيله كباريه وبيخشوه ازاي؟ ليه؟ هو انت ناوي على ايه؟ ناوي اتفرج عليها يا استاذه، دي بيتي حته من كبدي يا ستي، اشوفها اطمن عليها على مستقبلها حد مضايقها اي حاجه. سلامه يا ريس. سلامه صحافه. سلام يا راجل. انت جيت يا جوز الندامة؟ شكلك رايق على الاخر. ولا رجب، الاستاذة الصحافة الحلوة المنورة دي بتقولي ان البنت مبسوطة شغالة في كباريه في وسط البلد. انا مش متجوزاك عيال روح امك. تقب تختص تروح لها وتشوف ايه الاخبار وتقطع لنا تلات تساكر عشان نحضر انا وانت والصحافة، ولا اقول لك خليهم اربعة عشان محدش يتنطط عليا ناخد اتنين. معقول برضه. لازم تكوني اهم مصممة حفلات في مصر. جمالك ورقتك وشياكتك بيقولوا كده. ميرسي جدا يا مدام نجوى، بس انا خلاص ناويه اسيب الشغلانه. ايه ده؟ حد يسيب شغلانه زي دي؟ حد يكره يشتغل في القبهه والجمال والشياكه وزي ما بيقولوا مجتمع الكريم دولا كريم؟ كريم دولا كريم ايه بس؟ دول اغلبهم مغرورين ولا عندهم احساس ولا ثقافه ولا حتى ذوق. ايه ده؟ ده انت شكلك مقروصه قرصه جامده. انا اتهنت من انسان سافل ومتعجرف. تعامل معايا كأنه بيتعامل مع بنت ليل. اهدي بس كده واحكي لي الموضوع. تعرفي رجل الأعمال أدهم سليمان؟ ده تقريبا رقم اتنين أو تلاتة في مصر، ومنه للحكام على طول سواء هنا أو بره. معنى كده إني أسامح في الإهانة اللي كانت هتجيب لي شلل؟ مش عارف بس إيه الإهانة الأول وبعد كده أقول لك تسكتي ولا ما تسكتيش؟ الغبي ما يعرفش إن أنا بنتي ناس محترمة جدا ومتربية أحسن تربية. باين عليك يا حبيبتي، بس إيه الإهانة؟ حصل إيه؟ طلب مني أصمم له حفلة عيد ميلاده. عرضت عليه أفكاره ما عجبتوش، راح شتمني قدام كل ضيوفه. قليل الأدب. وبعدين؟ نيلها أكتر وأكتر، ابتكر حفلة تنكرية لكل المعازيم. وإيه الجديد في كده؟ ما أعتقدش إنه في حد عمل حفلة زي اللي هو عاوز يعملها. عاوز ستات تلبس مموسات والرجالة قوادين. واعتذرتي طبعًا؟ لأ. ولما هو لأ، زعلانة ليه؟ كنت هعتذر لولا إنه أهني إهانة تانية أشد من الأولانية. فضل يشرح في تفاصيل الحفلة وفي الآخر بصلي وقال أنت اختار المومس اللي تعجبك والبسي لبسها. كل ده يحصل ولسه متمسكة بالمشروع؟ علشان أنتقم لنفسي. وهتنتقمي إزاي؟ الحفلة تتصور بكل اللي فيها وحضرتك تنشريها في المجلة. وأنا اللي كنت فاكراكي طيبة طلعت أنا اللي طيبة. وأنت بقى اللي هتصوري الحفلة؟ لا، ما أقدرش أنا اللي أصور، وفي إجراءات أمنية مشددة. بس أنت لسه مسؤولة عن الحفلة. أيوة. وممكن تساعدينا؟ كل اللي اقدر عليه هعمله. انا هدرس الموضوع كويس وافكر فيه، بس انا بقى اعمل كل ده مقابل ايه؟ دي مساله هنتفاهم فيها وانا تحت امرك. هو كده. انا بجد سعيده بمعرفتك يا حبيبتي، نورتي المجله. صباح الخير. اهلا يا عاطف. اعرفك الانسه غاده الامير، اشهر مصممه حفلات في مصر. تشرفنا. الاستاذ عاطف ربيع، الراجل التاني في المجله. فرصة سعيدة. مع السلامة. وراي على المكتب. مالك كنت بتصورها بعينيك اللي يتدب فيها رصاصة؟ اصلها حلوة. حلوة ولا وحشة؟ دي بعيد عن شنبك وشنب اللي جابوك. انت بالنسبة لها كوم زبالة. في ناس بترضى بالزبالة. ولو بقينا نعرف نرد يا استاذ عاطف. اسمع، تعرف راجل اعمال اسمه ادهم سليمان؟ لسه بدري عليا عبال ما اعرف رجال الاعمال. طب عاوزاك تسال عنه وتعرف كل حاجه. انت مش عارفاه؟ عارفه، بس مصر بتتغير كل يوم. من تسجيلات القوى.
مالك يا عم ربيع؟ ما تقول لي يمكن اقدر اشيل عنك. كتر خيرك احنا يا ابني، ربنا يشيل عني وعنك. مالك يا بت؟ ما هو كده ليه؟ انا برضو. قولي لنفسك ان شاء الله مش هيحصل حاجه، صاحب البيت مش هيعمل حاجه، هو احنا بس اللي ساكنين بالايجار، ده قانون هيمشي علينا وعلى غيرنا. محدش عارف المستخبي. والشيخه نواره انت عملتيها شيخه يا كمان؟ ما هي مرات الشيخ لازم تبقى شيخه زيه. بص يا تغريد، هي ملهاش حاجه عندنا واحنا مش عايزين منها ولا من جوزها اي حاجه عشان يمشي كلامهم علينا ولا يغصبونا نعمل حاجه احنا مش عايزينها. يعني اطمني. اطمن ازاي بس يا ماما؟ انت مش شفتي وشها اتقلب ازاي؟ يتقلب مره واتنين وتلاته، ايه يعني؟ كبرها ايه؟ لو بتدينا حاجه تحوشها، ولو عايزه تقاطعنا مع الف سلامه. ما هي قطعتنا من زمان بتاعت الهيلتوب والسويت. اهلك دول عقلهم على قد يا نواره. الدنيا فاتحه لهم دراعاتها الاثنين وهم مش عاوزين. سبحان الله. انت ما شفتش وش امي وهو راكبها 60,000 عفريت اول ما جبت لها سيره العريس؟ ولا البيت طلعت فيا مره واحده؟ انا اديت الراجل كلمه يا نواره. تبقى استعجلت يا معتمد، كان لازم تتأنى. وانا اللي قلت ان هم ما هيصدقوا. امي بتقولي انها مخطوبه مقري فتحتها. مقري فتحتها؟ مقري فتحتها لمين يعني؟ ليه بني ادم كحيان؟ ده انا جايب لها شهبندر التجار. الا بالحق، هو فين الشيخ عضبه؟ الشيخ عضبه يا ستي دخل كازن القمار والعياذ بالله، ربنا يغفر له. يا لهوي ينيله. نواره الله اعلم ايه اللي هيحصل لو المشروع بتاعنا ما تمش. بس ايه الريحه الحلوه دي يا امراه؟ يوه جرى لك ايه يا راجل؟ ما دي ريحتي على طول. نواره عايزك تروحي لاهلك وما ترجعيش الا وهم موافقين، وانا اللي هقول لك تعملي ايه. ايه؟ الترغيب والترهيب يا امراه. يعني ايه يا اخويا ترهيب وترغيب كده؟ يعني لما تبقي قاعده قدامي بالقميص الملعلط ده، ده اسمه الترغيب. طب والترهيب؟ الترهيب بقى لما تقولي لي يا معتمد ما تقربش مني عشان اللي في بطني. يا راجل هو انت بيهمك؟ خلينا بس في المهم القابله. هو ايه بس اللي اهم؟ يا راجل عايزه اروح ابات عند امي ليله علشان اخلص موضوع جواز تغريد، بس عايزاك تيجي معايا. شوف يا نواره، انا مش هبات، انا ممكن اقعد كده شويه ومنها فوت على الجمعيه يطمنوا عليا واطمن عليهم، وبكده بقى يبقى خلص الصبر. افهم من كده انه خلاص وقع في غرامك؟ سيادتك عارف ان انا شاطره قوي في تنفيذ الاوامر. شاطره دي شويه عليكي، انت ممتازه. طب نتنقل بقى للخطوه الثانيه. هو في خطوه ثانيه؟ في خطوه ثالثه، بس ما ينفعش نتكلم فيها الا بعد تنفيذ الخطوه الثانيه. وانا جاهزه. تتجوزي؟ مالك؟ زي ما تقول سيادتك كده ان انا ناويه اتجوز بجد. كنت بقول كفايه يا هند، ده شغل والبني ادم السعيد في حياته هو اللي بيشتغل لغايه ما يموت. وبعدين انت قلتي ناويه تتجوزي، يا ترى عندك العريس؟ لغايه دلوقتي مفيش، بس لو نولت اللمبه الخضراء هلاقي عريس واثنين وثلاثه. ما اختلفناش، تتجوزيه لغايه لما تولعي اللمبه الخضراء بتاعتك. ونوع ايه الجواز ده؟ شرعي ورسمي ومأذون وموثق. يعني مش جواز طياري؟ مش طياري. ممكن اعرف السبب؟ ليه شرعي وليه رسمي؟ علشان تورثيه. مراته هتكون الوريث الشرعي الوحيد له. هو ملوش حد، موضوع من شجره. بس دي حاجه ما يعرفهاش غير ربنا. مش جايز اموت قبله؟ لما تعرفي التفاصيل هتعرفي انه هيموت قبلك.